رحب بضيوفي. أبدأ من واشنطن، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الدكتور جابرييل سوما. من بكين الكاتب الصحفي عامر تمام. وكذلك أرحب من مدريد في إسبانيا برئيس قسم الطوارئ بمستشفى كيورن الجامعي في العاصمة الإسبانية وعضو اللجنة الوطنية الإسبانية لمواجهة كورونا الدكتور غسان الجعيدي. أهلا بكم جميعا دكتور جابرييل سوما. يعني على ماذا تسترد واشنطن في تكرار كيل الاتهامات للصين بأنها أخفت معلومات بشأن فيروس كورونا؟ مرحبا لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. عندما بدأ انتشار هذا الوباء كانت التقارير تشير بأنه بدأ في السوق الويت ماركت، السوق الرطب في الصين، بحيث يباع هناك المأكولات اللحوم لعدد من الحيوانات التي لم نعتمد عليها لا في الشرق ولا في الغرب، يعني حيات وكليب أجلك وقطط وغيرها من الحيوانات. هذه الحيوانات هي مسممة، ويلي بياكلها ممكن أن يدخل إليه الفيروس، وهذا ما حصل. ولسوء الحظ الفيروس ينتقل من شخص إلى شخص، ولذلك بدأت في الصين حوالي نص شهر نوفمبر الماضي الصين أعلمت منظمة الصحة العالمية في أواخر الشهر، في أواخر ديسمبر، يعني انتظرت أكثر من شهر إلى أن تعلم منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية لم يكن لها معلومات كافية، كانت تقول هذا الوباء غير، يعني لا يوجد إثباتات بأنه ينتشر بين الشعب. عندما علم الرئيس في نص كانون الثاني، دخل شخص من الصين، إجا إلى الولايات المتحدة وأدخل معه هذا المرض. عندئذ الرئيس قرر وقف الرحلات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة، ولو لا فعل كذلك لكان ملايين من الأمريكان اليوم انتشر فيهم هذا الوباء. طيب أستاذ عمار، لا أدري كيف، ما هو التوضيح الذي تقدمه الصين تجاه هذه الاتهامات المتكررة والأدلة التي تثبت بأنها تعاملت مع الأمر بمنتهى الشفافية ولم تخفي أو تحجب أي معلومات؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام، أهلا بك. الأزمة يعني أو اللي ممكن نسميه الاتهامات الأمريكية تأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة لاحتواء الصين. هي في البداية اعتقد الناس أن أو اعتقد المحللين أن هذه الأزمة ربما توحد الصين والولايات المتحدة لمواجهة هذه الأزمة. عندما بدأت الأزمة في الصين في ديسمبر، في أواخر ديسمبر الماضي، في الثالث من يناير أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية. في 19 من يناير تم إعلان الخريطة الجينية لهذا الفيروس. الصين كانت ربما حدث بعد العصرات في البداية التي نتج عنها هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا والإصابات، ولكن سرعان ما تداركت الصين هذا الموضوع وعادت مرة أخرى إلى الشفافية والإعلان وما إلى ذلك. يعني هل أفهم من هذا القول أن في بداية الأمر لم تستطع الصين أن تعطي معلومات صحيحة ودقيقة نتيجة تلك العثرات التي وقعت بها؟ في بداية الأمر مثلما كان الأمر مفاجئ للعديد من الدول، في إيطاليا مثلا أو في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هناك أعداد كبيرة من الإصابات. الصين هي أول دولة أصيبت أو ظهر فيها هذا الفيروس، فهي لم تكن تعرف ما هوية هذا الفيروس، ماذا حدث، مدى الانتشار، ماذا يحدث. ربما في البداية كان هناك حالة من التخبط. هذه الحالة نتج عنها هذا الانتشار الكبير داخل الصين، ولكن الصين استطاعت
أن تتدارك الأمر بسرعة كبيرة وعملت على حصار البؤرة الأساسية لهذا الفيروس، ومنحت العالم وقتا كافيا حوالي شهرين لم ينتشر هذا الوباء خارج الصين. ربما كان في خلال الشهرين من الأفضل لكافة الدول أن تستعد لهذا الفيروس، ولكن في خلال هذه الفترة نجد أن الرئيس الأمريكي على سبيل المثال تحدث عن أن الآن سوف تعود فرص العمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه نوع من التشفي، وكان دائما وأبدا يتحدث وأتخذ طيب. العديد طيب سأعود إلى الدوافع الأمريكية يعني حتى أعطي أيضا الوقت لضيفي الثالث دكتور حسان جعيدي، أنت من مدريد وعضو اللجنة الوطنية الإسبانية لمواجهة وباء كورونا. قبل أن أدخل في الشأن الطبي والعلمي، بناء على نماذج حسابية، تعتقد أن الأرقام الصينية أقل بكثير من الأرقام الحقيقية؟ ننظر إلى التفشي اليوم، العالم وصل إلى 1,000,000 إصابة وأكثر من 50,000 حالة وفاة. السلام عليكم. أول شيء تحياتي لك ولضيوفك. أهلا فيك. ولجميع المشاهدين. أنا بحب أنه يعني أنا اللي شايفه من كل هذا الموضوع باتهام الصين وإلى آخره هي عبارة عن اختراع حرب من وجهة نظر صحية بالنسبة للدكاترة وتعاملنا مع المرض، حرب وهمية أو ما إلى لازمة في الواقع اللي احنا عايشين فيه هلا. عدد الأرقام بالصين أكيد حتكون أكثر بكثير من المعلن عنها، زي ما بصير يعني في اتهامات زي اللي بتهموا على الصين موجهة لنا لأوروبا وموجهة لأمريكا، وأنا بقدر أحكي لكم عن خبرتنا الشخصية هلا. نعم. إنه إحنا عندنا حالات نعلن عنها، ممكن نعلن عن 95,000 حالة مسجلة، ولكن في الحقيقة عندنا أكثر بكثير من الحالات المسجلة الغير مسجلة. يعني إحنا أنا بعتقد إنه يكون عندنا بحوالي 120,000 حالة، لأنه إحنا لما بيجي عندنا المريض في غرف الطوارئ معظم المرضى هلا ما عندنا تستات لنعملهم، وقلنا حوالي 10 أيام أو 15 يوم قللنا عدد التستات لعدم وجودها. فلذلك كل هاي المرضى اللي بنروحهم على البيت وعندهم اعراض او عندهم يعني عارض من المرض خفيف بنوديه على البيت وما بنسجله كمريض كورونا، ما عندنا طريقه نعمل له التست لنوصفه. فلذلك طبعا اي نعم، سواء عدد الوفيات او عدد الاصابات، بالنسبه للوفيات عددهم عالي جدا عندنا، ومعظم الوفيات اللي بنسجلهم بالمستشفى، باقي الوفيات اللي بيموتوا. طب دكتور غسان، يعني بما انك يعني الصين في المرتبه الثانيه، ايطاليا، اسبانيا، كذلك الولايات المتحده الامريكيه، على ضوء الرصد والمتابعات والتحليل، هل تظهر اعراض جديده لم تكن تظهر من قبل؟ ما هو مثبت من اعراض من صداع، حمى، ارتفاع، قيء، ربما اسهال، التهاب رئوي حاد، اليوم يتحدثون عن احتمال الاصابات في القلب، اضطرابات عصبيه، هل يثبت لكم ظهور اعراض لم تالفوها من قبل؟ هو في اعراض كنا نعرفها من قبل بس كانت نسبتها جدا ضئيله، مثلا مثل ما حضرتك ذكرت الاعراض العصبيه او اعراض القلب، ولكن في منها كثير لها علاقه بالادويه اللي تعطاها المرضى. يعني عندنا في غرف الطوارئ شفنا عده حالات بيكونوا مصابين بحاله الكورونا وعندهم مثلا اعراض عصبيه او اعراض قلب، لما حللناها شفنا في منهم ممكن يكون انه الفيروس هو سبب هذه الاعراض، ولكن ضئيل جدا او يعني قيمتهم او نسبتهم جدا ضئيله، ولكن اللي فعليا درسناهم وشفناهم فعليا كانت لها علاقه بادويه يتعاطوها المرضى باطار اللي يحاولوا يعني هم نفسهم يحاولوا يعالجوا الفيروس. وبرضه الهيدروكسيكلوروكين لما بتنعطى لمرضى بدون ما نقدر نعمل لهم مثلا دراسه قلبيه، ما نقدر نعمل لهم تخطيط القلب اللي بنعمل او لازم ينعمل، ويكون عنده مثلا كيو تي لونج اللي هي في نوع من المرض او نوع من الاصابات في القلب، ممكن نسبب له مضاعفات وينحسب علينا كانه الفيروس سبب له انهيار في القلب او مشاكل في القلب او الى اخره، وهو المريض يحتوي على يعني هو اجى فيها هذه المرض بس احنا ضاعفنا له اياه بالكلوروكاين وما لها علاقه. طب دكتور حسان، اود ان اسالك اليوم، تثار اسئله ايضا كثيره اليوم عن فتره الحضانه التي تمتد لغايه الاسبوعين 14 يوما، البعض بادر يخالف هذا البروتوكول ويرى ان هناك اعراض تظهر بعد
أكثر من ذلك بكثير إلى 35 أو ربما إلى 38 يوما لتظهر أعراض هذا المرض، أو ربما بفترة أقصر قد تكون أعراض طفيفة ثم تتدهور حالة المريض بشكل عاجل ومفاجئ تفضي في نهاية المطاف إلى الوفاة. لا، الأعراض من أول ما المريض يصاب الأعراض بتكون خفيفة في الأول، بتبلش كرشح بسيط، ومدة احتضان الفيروس بالجسم بين 5 أيام ل 10-15 يوم ماكسيموم. بعديها بتبلش تصير يعني بتبلش سوري من بعد 6-7 أيام تصير مضاعفات نتيجة عن التهاب الرئتين أو مثلا مشاكل تانية عنده إياها المريض، بتزداد أزمتها، بتزداد صعوبتها مع مرور الايام وتتدهور الوضع. بس هذول بدنا نذكر انه دائما هم يعني حوالي تقريبا هلا نسبتهم 10% من المصابين، يعني معظم المصابين لا يدركوا انه اصلا انصابوا. فعلا احنا كل ما بصير عندنا اكثر خبره واكثر عدد حالات اللي بنعرفه انه كل حدا وصف لنا اصابه الكورونا وصار عنده اعراض رشح بيحكي لنا انه اعراض رشح مختلفه عن اي رشح صابه قبل هيك، انه شوي اصعب، درجة الحرارة شوي أقوى، وجع الرأس أقوى، يعني بيوصفوا كرشح ما عمره صار معه قبل هيك زيه، يعني أنه شوي أقوى وأقسى قليل. طيب دكتور جابريل، في إطار تبادل الاتهامات ما بين بكين وواشنطن، ماذا يحقق لواشنطن أن تثبت أن الصين هي منشأ ومصدر ومصدر الفيروس للعالم؟ هناك استخبارات وردت مؤخرا تشير أن الصين لم تكن تعطي عدد المصابين ولم تعطي معلومات كافية لبقية الدول لكي تستفيد من الخبرة التي موجودة في الصين. هلا الزميل الكريم في الصين يقول يلوم انه عطوا مهلة شهرين للعالم لا يعرف. الرئيس ترامب سمع بأول شخص مصاب في 15 كانون ثاني، من بعد اسبوع قرر وقف السفر من الصين إلى الولايات المتحدة عندما علم بأنه هذا المرض متفشي بشكل سريع. السبب الرئيسي الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة، والدكتور يمكن أن يعلق على ذلك، السبب الرئيسي هو لانتشار أكبر عدد ممكن من الناس مصابين في هذا المرض في الولايات المتحدة، هو لأن الولايات المتحدة لديها القدرة لفحص أكبر عدد ممكن من المصابين. يعني هلا مثلا إذا رحت لإيران يمكن يكون في مليون واحد. لكن دكتور جابريل، يعني يلام التيتولار الإدارة الأمريكية ترامب تحديدا بأنه تلكأ كثيرا قبل أن يتخذ تدابير فعالة وسريعة، وأن كانت هناك تحذيرات من CIA من الاستخبارات الأمريكية من هذا الوباء، وكانت هناك تقديرات علمية، لكن بدأ أن الرئيس يعمل دون ما استشارة وبمفرده. ب15 الشهر من كانون الثاني الرئيس اجتمع أو جمع هيئة من العلماء لإرشاده في هذا الموضوع. 15 كانون الثاني، ب15 كانون الثاني نانسي بولوسي كانت تقدم الأوراق إلى مجلس الشيوخ لعزل الرئيس. يعني عليك أن تأخذ بعين الاعتبار بأنه 15 كانون الثاني عندما علم الرئيس في هذا المرض رايت أواي رأسا جمع العلماء والأطباء والاختصاصيين وبدأ يعمل على هذا الوباء، بينما الحزب الديمقراطي ونانسي بولوسي ب15 الشهر كانت تقدم الأوراق وتبعث هذه أعضاء مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس. فإذا الرئيس اتخذ الإجراءات الكافية. اتخذ مبكرا. طيب أستاذ عامر، أسألك، ربما يرد أحدهم قد يكون إخفاء المعلومات في بعض الأحيان سبيلا كي يشعر الجمهور بأن الحكومة جديرة بالثقة، كيف ترد على ذلك؟ حقيقة يعني لا أعرف ما هي المعلومات التي تتهم الصين بإخفائها. الصين منذ البداية أعلنت عن عدد الإصابات وأعلنت عن الخريطة الجينية للفيروس وما إلى ذلك.
أيضا بخصوص عدد الإصابات، إذا كان هناك عدد أكبر أو أقل، ربما يكون هذا شيء وارد، يعني هذا في العالم ككل وليس في الصين فقط. ولكن هنا أود أن أعود إلى نقطة واحدة، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أو الرئيس ترامب تحاول دوما الاستفادة من الهجوم على الصين لتحقيق مكاسب انتخابية. تعلم أن هناك أن الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وأن الكل يلوم الرئيس الأمريكي على التلكؤ والتأخر في اتخاذ إجراءات كان من شأنها الحد من الإصابات وما إلى ذلك. ولكن الرئيس الأمريكي يعني أراد أن يلفت الأنظار تارة بأن يصف هذا الفيروس بأنه الفيروس الصيني أو ما إلى ذلك، وتارة يقول أن الصين هي السبب. ونجد أن على الجانب الآخر الرئيس الأمريكي يجري اتصال مع الرئيس الصيني ويتحدث على أن الصين هي تعمل بشكل جيد، وفي الوقت الذي يعني تتهم فيه أو يخرج هذا التقرير الاستخباراتي بشأن الصين ويحمل المسؤولية للصين وما إلى ذلك، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاقدت على صفقة كمامات 6 مليون كمامة مع من الصين. إذا أنت ترى الأقوال تخالف الأفعال. معي دقيقة دكتور غسان. طيب دكتور غسان، معي أقل من دقيقة، النقاش يعود اليوم حول جدوى الكمامة للأصحاء، وأيضا موضوع ليس السعال أو العطس، الرذاذ المتطاير، أيضا التنفس والمحادثة قد تنقل العدوى. ثابت لكم في إسبانيا هذا الأمر؟ نعم، هلا عشان العدوى لازم تكون عبر الحكي أو عبر المحادثة، لازم يكون المصاب قريب عليك أكثر من متر ونص، يعني المسافة تكون جدا قصيرة. ولكن إذا كان على مسألة الكمامة واضحة أو عدم واضحة، احنا في الاخر قررنا انه الكمامه للطقم الطبي هي مهمه لانه بتعامل مع نسبه عاليه من المصابين ونسبه عاليه من الفيروس، بس بالنسبه للناس اللي ما عندهم مرض او ما عندهم اعراض غير لازمه، رغم انه في الصين اخذوها ك يعني الصين تاون سنغافوره هونغ كونغ، يعني الصين تاون هونغ كونغ كوريا الجنوبيه ربما يعزى انها استطاعت ان تحتوي هذا المرض، استخدام الكمامه للجميع اضافه الى التدابير الصارمه. قد يتم التغيير على هذا البروتوكول وتعتمده منظمه الصحه العالميه، هذا الامر وارد نعم او لا برايك دكتور غسان؟ نحن هلا اللي عنا اياه كمثبت انه ما في داعي المريض الشخص اللي غير مصاب او ما عنده اعراض او ما عنده كونتاكت مع الفيروس انه يلبس الكمامه مهمه اكثر. المشكله دكتور غسان، يعني اظني انه قد يجهل الانسان انه مصاب بهذا المرض لكأن الاعراض لا تظهر. انا اشكرك دكتور غسان الجعيدي من مدريد، كذلك دكتور جابرييل سوما من واشنطن، والكاتب عامر تمام من بكين. شكرا لكم جميعا.